من جديد في فير بلاي، متواصلين من توا حتى لما 3:30 نحكيو على مشاركة المنتخب التونسي في مونديال مصر 2021. أكيد هزيمة البارح قاسية شوية ضد إسبانيا بنتيجة عريضة شوية. بيحضر معنا اليوم في البلاتو سيد المدرب فاضل سليمة، مدرب سهم مزرعة حراسي. فاضل أهلا بك. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك سيد فاضل. أيضا يحضر معنا زميلي وصديقي باسم السليم الإعلامي السابق في قناة بين سبور، هكا نقدمك باسم. أي هكا كان الإعلامي السابق. مرحبا بك باسم. وبك اكثر سلام، نحب نشكرك ومن خلالك اداره اكسبريس اف ام على الاستضافه، وان شاء الله نكونوا خفاف ظل ان شاء الله على المستمعين. مرحبا بك باسم. ايضا يلتحق بنا بعد شويه مدرب الترجي الرياضي التونسي نجيب بن ثاير، نحكيو معاه اكثر على البطوله هذه مع ضيوفنا كيف كيف بالطبيعه. قبل ما نبدا في الموضوع باسم، خلينا نحكي شويه معك انت على التجربه في بين سبور، كيفاش كانت وعلاش توقفت؟ والله يشوف اسلام كيفاش كانت، الحمد لله ما يقارب 10 سنين، يعني تجربه تعتبر طويله. اكتسب فيها واحد خبرات، الحمد لله تعرف انت اسلام بين سبور يعني كما نقولوا نحن هي التوب نتاع الميديا سبورتيف في العالم العربي. اكتسب واحد فيها خبره، قضى سنوات عرف فيها الباهي وعرف فيها الخايب. علاش توقفت؟ والله الاسباب الاسباب خارجه عن النطاق الشخصي، لكن كما تعرف يعني بأسباب تتعلق خاصة بكورونا، يعني بالكوفيد معناتها المشاكل المادية اللي فرضها كوفيد يعني على العالم كامل، يعني في جميع الأقطاب والمناحي، وعليها كوت وقفته فالمكتوب نجم نقوله. ونتوندو ان شاء الله تلقاونا ان شاء الله في تجربه اخرى وفي في في ان شاء الله يعني قنوات جديده ان شاء الله في تجربه الله. افضل بالتوفيق ليك باسم. كوتش خلينا نسالك سؤال زاد على امور الفلاش، شنو الامور في منزل في منزل حرف؟ والله الوضعيه صعيبه برشا، معناها فما ماديا وحتى من ناحيه التنظيميه توا فهمني، فما خروج، فما لاعبين خرجوا وفما امكانيه انا باش نخرج زاده. صحيح اني خاطر الوضعيه ولات خايبه برشا فهمني، ما عادش فما التواصل، معناها من هنا الغدوه برشا حوايج باش تبان. اني اختيارات الاداره الفنيه الاداره اني منها امور ماديه، دونك معناها باش تستغنى على مدرب ولاعبين. واضح. انا تخلي خاطر حسبوا لي كونهم معناها هما طايحين. معناها يقول لك انا مش نقص في البيدجي، نقص في البيدجي من توا معناها طايحين زي ما كي بدينا. معناها هنا تعرف انت الفرق بين اللي يبدا الاداره تعرف تسير جمعيه والاداره اللي تبدا ماهيش معناها متمكنه في التسيير. التسيير فما حاجه على قدام ان شاء الله. والله ان شاء الله هو راه الكلام برشا فهمني، كما قال اخونا فهمني ركز من بعد الصحيح وقت التقصير صح. صحيح. بالتوفيق بالتوفيق يا كوتش اللي كنت ايضا لاباس به. خلينا نحكيو على موضوعنا اليوم المنتخب التونسي، اكيد كما العاده نحكيو بصفه عموما من بعد ندخل في تفاصيل. كيف شفت الماتش البارح كوتش؟ والله انا الكلمه لازم نقولها، المنتخب ما جاش البارح. هذه الحاجه اللي لازم نقولها، مش باش ناخذ بالفرد ولا باش ناخذ منين، ناخذها كان منتخبنا، اني منتخبنا استنينا رياكسيون مي قعد الماتش نتاع البرازيل اثر عليه نفسانيا برشا برشا. قعد في مخاخ الجوارات كي ناخذوا احنا اللي معنا لي زامبريسيون الاولانيين فهمني، كيفاش دخلوا جوارات الماتش تحسهم كريسبي جواراتنا. اني ما فماش كل رولاشمون، ما فماش بريزونس مونتال كبير، فما صاروا ديزاكسيون بعد نحكيو عليهم في وسط المقابله، هما اللي اثروا معناها انديريكتومون على اللاعبين. دونك انا الحاجه الوحيده نجم نقولها اللي غياب المنتخب البارح في فوق الميدان. بالنسبه ليك باسم. والله اسلام انا اللي لاحظته واللي حظ في نفسي البارح كما قال الكابتن فاضل، عدا عن عدم الحضور الكابتن هذا يا خويا خليجي مازال متاثر. متاثر كوتش فاضل هكا كيف خويا عايش. قلت لك اسلام اللي حظ في نفسي اكثر انه ما فماش كراج دو فانكر، ما فماش، ما نقولش ما فماش حب انتصار، لكن ما فماش راج دو فانكر، ما حسيتش برشا، ما حسيتش برشا ملاعبيه هكا كانه معناتها مكبشين اكثر يعني في الربح. عدا عن ذلك عدم الحضور الذهني وفنيا المنتخب ما كانش حاضر بالنسبه لي للبارح، للماتش نتاع البرازيل، الماتش نتاع بولندا. والبارح نحب نتواصل مع كابتن فاضل ونتوندون يلتحق بنا كابتن نجيب. هاو اي هاو جاي مرحبا سي نجيب، مرحبا بك سي عطا رجعك بيك اكثر كابتن نجيب. تشرفنا بيك. البارح كان لاحظتوا الاكسيون اللي عملها اسكندر زايد،
نتاع بقى شوف ذهنيا يوريك اللي المنتخب ككل ما نحكيش على اسكندر باش الناس ما تنجمش باش ما تبوبش الامور ولا اسكندر ولا حتى لاعب من اللاعبين اللاعبيه الكل بون يعطيهم الصحه وفانت كونت بارك الله فيهم على اللي عملوه ما تبقينا يوريك اللي ذهنيا ما كانش الامور الاوتور يحكي هو لونترنور والكره ضاعت هكا خذا الجوار نتاع اسبانيا مش مركب بوط حسيت حبيت نقول لك اللي جاست بسيطه لكن وراها برشا معاني وبرشا معناتها تخلف وراها برشا برشا اثار وبرشا افكار اخرى. باهي كوتش مرحبا بيك سي نجيب. بيك عايشك السلام عليكم. فاضل مرحبا. باسم. باسم الحمد لله لاباس. مرحبا بيك. شنو امور الترجي؟ والله لاباس الحمد لله. قبل ما نحكيو على المنتخب السي. الحمد لله لاباس قاعدين نضربوا الى حد الان مازلنا ما لعبناش حتى مباراه بحكم ان اجلنا مبارياتنا الكل. ما حبيناش نلعبوا من غير اللاعبين الدوليين نتاعنا بحكم ان شاء الله كي يرجعوا نلوجوا على السنكرونيزاسيون بين اللاعبين الكل لانه يعني تقريبا برشا من اللاعبين جدد وبالتالي خيرنا ان ناجلوا مباريتنا الكل. اما سلاح ذو حدين هذا بس فيكم نيت مع علي ورشه بعد بعد كوب دو موند. اكيد اكيد لكن الحمد لله عندنا زاد بشري جيد جدا نحاولوا نوظفوه الكل باش نجموا نتعداو الفتره الاولى. ونربحوا اكثر اونتونت ما بين ملاعبيه لانه اليوم الترجي فيها غسان تومي جديد فيها يوسف معرف جديد اسكندر زايد جديد هذوما ثلاثه ملاعبيه لازم ندخلوهم بروغريسيفمون في الماتشوات وما نجموش يكونوا كامل الماتشوات اوفيسيال قبل ما نلعبوا البلاي اوف السنا بالذات البلاي اوف باش يكون طويل واول مباراه باش يكون ديبي مارس في البلاي اوف واول مباراه زاده حتى هي مهمه عندنا كنا نلعبوا البطوله في نصف نهائي نهائي يعني زوج ماتشات كهو اليوم البلاي اوف باش تلعب 14 ماتش وبالتالي يلزمنا نكونوا حاضرين من اول جوله لاخر جوله بالتوفيق ان شاء الله ليكم شكرا كوتش باش ناخذ رايك كما خذيت رايك السي فاضل وكذلك باسم على المنتخب البارح فاصل ونرجع نسمعك شنو تقول على الماتش